لا، كله تمام، ربنا يخليك. يعني الحمد لله، شكرا ربنا لحضرتك، يطمننا عليك دايما. ربنا يخليك كابتن يا رب. حماده، المهندس فرج عامر من شويه وجه الشكر ليك على تخفيض نصف راتبك والجهاز المعاون ربع الراتب. عايز اعرف ايه التفاصيل وليه بتعملوا كده؟ لا ليه دي؟ لا، طبيعي جدا في الوقت دوت. انت النادي سموحه، يمكن كل الانديه مش سموحه بس، في مشكله، مش مشكله، في ازمه موجوده بالتوقف كل حاجه، فده طبيعي. يعني ده يمكن اقل حاجه نقدر نعملها مع النادي. يعني كان المهندس فرج كان رافض طبعا، قلت له لا، احنا كجهاز فني مصرين على كده ولازم. المهندس فرج كان رافض الاقتراح اللي حضرتك قدمته بنفسك؟ بالظبط، اه قال لي لا، ما برضوش بكده. لا، قلت له لا، جهاز فني. انا عن نفسي 50% من الراتب بتاعي، والجهاز اللي معايا 25%، ف ده قرارنا احنا، نابع من عندنا احنا. يعني ده عن شهر ابريل ولا طول فترة التوقف كابتن حمادة؟ التوقف اللي احنا فيه، يعني في توقف دلوقتي، يعني النادي مقفول، يمكن ايوه. ما فيش دخل خالص في النادي من ساعة التوقف. طبعا ما فيش تراكات، وكان في حاجات كتيرة جدا، لكن ايوه. ما فيش دخل خالص موجود، فده طبيعي جدا. اي حد مكاننا بيعمل كده. يعني ايوه. سبقنا قبلها النادي المقاولين، سبقنا قبلها الكابتن طلعت، النادي المصري، وده طبيعي. يعني الكابتن حسام بدري مع المنتخب، مظبوط. ده شعور من اي حد. يعني اه. لفتة إيجابية ونبيلة جدا، وكمان تقدير للظروف بالنسبة للنادي أو لظروف المجتمع بشكل عام، وده يستحق الشكر فعلا كابتن حمادة. هل ده بيسري على اللاعبين ولا لم يتم التطرق لقصة عقود اللاعبين أو مرتباتهم كابتن حمادة؟ يمكن هو الموضوع مختلف شويه عند يعني كل نادي وليه نظام مع اللعيبه. أيوه. يمكن نظام عندنا احنا كان اللعيبه ما بياخدوش مرتب شهري، بياخدوا دفعات. اخر الدفعه كانت في شهر 2، والدفعه الجايه شهر 15% في شهر 5، و25% مشاركات في الاخر. تمام، فاللعيبه واخده مستحقاتها لغايه اخر وقت، اللي هو شهر وعندها 2. دفعه. بالظبط، عندهم دفعه في شهر 5 بس، تمام. اللي هي 15%. لما تيجي وقتها، او ما تعرفش الوقت، هل الدوري هيكمل مش هيكمل، فما تقدرش تتكلم في حاجه مش موجوده. انت عارف، لو بياخدوا مرتب شهري كنا ممكن نتكلم فيه، او اللعبه كلها، كله عايز، طبعا كله عايز يعمل حاجه للنادي بتاعه، واللعبه اتكلمت معايا واتكلمت مع المهندس فرج، ولكن في مواعيد لسه مأجلين الكلام ده لقدام لشهر 5، في ال 15% ايوه، اللي هي باقيه لهم. لكن هم بتاعت شهر واخدين مايو. واخدين يعني من كل المستحقات لاخر وقت، واخدين كل حاجه. يعني مفيش، ما لهمش حاجه في النادي. ايوه تمام. طيب اخيرا، يعني برضو لو هسالك بقى بشكل عام، هل شايف ان الدوري اصلا ممكن يرجع؟ تفاؤلك او نسبه تفاؤلك بان الدوري يرجع عامله ازاي؟ انا بص، اللي يمكن انا متابع شويه في بره، يمكن اسبانيا حوالي 3 مواعيد ممكن يبتدوا فيها الدوري. ايوه. في اكثر من دوله بره حاطين مواعيد وحاطين شروط ممكن يبتدوا بيها، طالما مفيش حاجه في الصيف. الاولمبياد اجلت ل 2021، فكله عايز يلعب الدوري ايوه. بشكل معين، كل 72 ساعه، كل 48 ساعه، حسب اللي يقدر يعمله. فكله ادى مواعيد، يعني تقريبا حد مدي ميعاد شهر 5 و6 و7، ممكن يتلعب في 5 او 6 او 7 ويكمل. وده وارد، وارد يبقى موجود في مصر. تمام. الدوري اتلغى خلاص، يعني حسب المؤشرات وحسب الدوله. طبعا الكلام ده سابق لاوانه، ما اي تقدرش من النهارده تحدد اي حاجه عشان الصوره مش واضحه قدامنا.